نواصلوا مع السي عبد الرزاق العبدلاوي. تكلمنا على النقطه ديال الميركاتو والبديل ديال الكعبي اضافه لبعض اللاعبين اللي كيتفاوض معهم الطاقم التقني والاداره التقنيه ديال النهضه البركانيه. نمشيو هذه المره للجانب التقني، نهضروا شويه على التدريب لي زونطرينمون كذلك الماتشات الوديين. عبد الرزاق، بطبيعة الحال فالأول معسكر كان شيئا ما مبكر بالمقارنة مع الأندية الثلاثة الأخرى المشاركة في المنافسة الإفريقية اللي كان بوسكورة، ولكن الشيء اللي تلاحظ أن الفريق ما خاضش يعني مباريات ودية كثيرة، يعني باستثناء مباراة واحدة فقط أمام فريق الدفاع الحسني الجديد، وأعتقد بأن هذا الهاجس ديال المباريات الودية اللي قليل كان منتظر ما دام أن الفرق كانت مازال ما دخلتش يعني في الاستعدادات الموسم القادم. ولكن النقطة الإيجابية بالرغم من قلة ديال المباريات فالجروب سي لو ميم، يعني نفس العناصر، الأمر لا يحتاج إلى انسجام، لاعبين لعبوا أكبر عدد من المباريات بينهم، تبقى فقط يعني التحضير الفني والنفسي للمباراة ديال يوم الأربعاء القادم. إذن فالاستعدادات منذ يوم الاثنين الماضي واستؤنفت بالمحطة الأخيرة بالسعيدية، ملعب بلدي بالسعيدية، يعني بلا موين ديال حصة إعدادية في كل يوم إلى غاية يوم السبت القادم. هذه جل المعطيات الخاصة باستعدادية الفريق النهضة البركانية بالنسبة للمنافس ديالو بورسعيدي. فآخر الأخبار تشير أن الفريق قد يحل مدينة الدار البيضاء يوم السبت القادم منتصف النهار ديال يوم السبت، على أن تكون له حصة إعدادية هناك بملعب ديال الراك، ويوم الاحد غادي ياخذ الطائره يعني محليه الى مدينه تبوجده ومنها الى مدينه بركان باش يستقر باحد الفنادق مدينه السعيديه في انتظار المباراه ديال يوم الاربعاء المبرمجه كما هو معلوم بدايه من الساعه الثامنه. بالنسبه للجمهور اعتقد بان الجعواني يتكلم كثير على المسانده ديال الجمهور، تيطلب يعني مشجعين اكثر من متفرجين، واعتقد بان غادي يكون عدد لا يستهان به مادام ان الفتره ديال الصيف هناك مجموعه ديال الجاليه المغربيه ومن الانصار ديال فريق النهضه المكانيه اللي ما غاديش يفوتوا الفرصه للمجيء الملعب البلدي وتشجيع مناصره فريق النهضه البركانيه. ونتمنوا التوفيق ان شاء الله. شكرا لك عبد الرزاق عبد الله بالتوفيق لفريق النهضه البركانيه، كما كنتمنوا التوفيق جميع الانديه الوطنيه اللي مشاركه قاريا. سمعوا تصريح لعبد المجيد مدران بريزيدون ديليغي ديال فريق النهضه البركانيه كيتكلم على الصفقه ديال ايوب الكعبي. تم الصفقة ديال بيع اللاعب الموهوب الكبير كعبي، فريق صيني اللي سميتو هابي فورتشون، وهذا الفريق فريق من اغنى فرق الصين، ويوجد فيه لاعبين كماسكيرانو لافيتزي جيردينيو، وهذا ما يعطي اللاعب الكعبي حوافز كثيره باش يسجل اصابات ويكون معروف على في الميدان العالمي. الصفقة تمت بواحد المبلغ اللي هو مهم، اهم مبلغ حتى الان في المغرب هو 6 مليون اورو، يقول 7 دولار مغربية، هذا رقم كبير. الكعبي انضى مع واحد العقد ديال عامين ونص بواحد المبلغ اللي ما نقدرش نقولوا لانه يبقى شري، وحنا ناخذوا 30% لا تباع يعني اللاعب المستقبل، ناخذوا 30% الحين غادي نوصلوا بهذا المبلغ ويكون في الحساب ديال نهضة بركان، حينها في الحين غادي نرسلوا 25% من هذا المبلغ اللي هو 1,500,000 اورو اللي هو 1,650,000 سنتيم نصيفطوه للراك اللي الرئيس ديالها مندوزا يستاهل، وحنا كنحترموا العقد ديالنا سير بلاص نوصلوها لانه ما تنبغوش الكريديات حتى هو باش يخدم عنده حتى هو باش ينهض بالفريق ديالو. تصريح ديال مدران بريزيدون ديليغي ديال النهضة البركانية. ونتمنوا التوفيق لأيوب الكعبي في التجربة الاحترافية مع فريق هيبي فورتشن الفريق الصيني اللي كيمارسوا فيه مجموعة من اللاعبين الكبار ماسكيرانو لافيتسي جيرفينيو البرازيلي هيرنانيش لاعب السابق ديال لاتزيو والإنتر.